ولتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لاهاي الصحفي والإعلامي الأحوازي عيسى مهدي الفاخر. أهلا ومرحبا بك أستاذ عيسى. بداية، النظام في طهران يقطع الإنترنت عن إيران، هل لديكم أي معلومات عن الحراك الشعبي في داخل إيران؟ أهلا وسهلا بك أخي العزيز. طبعا منذ اليوم الثاني من الانتفاضة الشعبية التي حدثت في جغرافية إيران تم حجب غالبية صفحات التواصل الاجتماعي أو خدمة الإنترنت، خاصة على الواتساب والتليجرام والفيسبوك كما قلتم في تقريركم، وأيضا اليوتيوب، وأيضا منعت الكثير من المواقع خاصة من بي بي سي وغيرها حتى لا يصل المشاهد لمتابعتها وإرسال أفلام أو معلومات لها. طبعا الآن هم كما يدعون النظام الإيراني أو وزير الاتصالات قال انهم سينتجون بوسيله اعلام، وسيله تواصل اجتماعي جديده بدلا من الواتساب، تكون اكثر مراقبه من قبلهم، او كما يدعون حتى لا يستطيع من يخالفهم من ارسال معلومات او نشرها. اي بمعنى هم الان يفرضون القيود على كل مواطن يعيش في هذه الجغرافيه. حتى هذه اللحظه حاولنا بطرق عديده للتواصل مع الناشطين. الان الناشطين في الداخل إلا من خلال الكاتر أو ما يسمى بالفلتر الذي يفتح المواقع. نعم. فقط من هذه الطريقة يمكن التواصل مع الداخل. أما قضية الواتساب مثلاً والإنستغرام حتى هذه اللحظة من الصعب طيب استخدامها في داخل طيب الأحواز أو في كل الجغرافيا. منظمة هيومن رايتس واتش تقول أن طهران تتعمد التستر على أعداد القتلى والمعتقلين من المتظاهرين، يعني ألم يخرج النظام ببيانات بأعداد الضحايا في التظاهرات أم لا؟ حتى الآن هم يرفضون أن يعلنوا عن أي معلومة، ولكن هناك في وسيلة إعلام تحدثت عن قالت هناك ناشطين أو مسؤولين إيرانيين قالت أنها لا تذكر أسمائهم لأسباب أمنية، تحدثوا حول ان عدد القتلى اكثر من 238 شخص حتى هذه اللحظه دون تحديد اسماء. ايضا في احد مندوبين البرلمان الايراني او عضو لجنه الامن القومي والسياسه الخارجيه في البرلمان الايراني قال ان عدد المعتقلين يفوق ال 7500 مواطن حتى الان. هذا حسب ما صرح به. حسب معلوماتنا ان المعتقلين اكثر من ذلك، لان فقط في الاحواز وصل عدد المعتقلين اكثر من 1000 معتقل في طيب شمال الاحواز. ايضا الان المعلومات التي تريدنا المعتقلين بعد تزايدهم تم نقل البعض منهم الى محافظات ايرانيه اخرى مثل الى يزد وهمدان والى اصفهان. اي بمعنى الان الاعداد كبيره ويوم عن يوم هم يعتقلون عدد اكبر. نعم. حتى نعم. هذه اللحظه يرفضون الافراج عن اي معتقل حتى الان. طيب استاذ عيسى، يعني النظام في طهران وقادته منذ اللحظه الاولى لنشوب التظاهرات واندلاعها انصب على الكلام عن وجود مؤامره دوليه، يعني بما تفسرون هذا الحديث وهل سيصدق الراي العام الايراني بكلامهم ام لا؟ كن واثق، الراي العام الايراني لا يصدق هذا الكلام. بل أكثر من هذا، يوم أمس صرح روحاني في آخر تصريح له في اجتماع له في محافظة أذربيجان الشرقية قال إن من تظاهروا هؤلاء ليس مجرد متظاهرين عن البنزين، إنما هؤلاء إما مرتزقة أو عملاء للأجانب أو مجرد أراذل وأوباش. أيضا هناك مسؤولين قالوا ضرورة إعدام هؤلاء أمام الرأي العام حتى يكونوا أسوأ للآخرين، والآخر لا يخرج بتظاهرة أو مظاهرة ضد النظام. أي معنى هم الآن يحاولون الاستمرار في القمع، الاستمرار في القتل، الاستمرار في الإعدام وفي الاعتقالات. النظام الإيراني لا يعرف إدانة من دولة ولا يعرف حقوق الإنسان، نظام فاشي وتاريخه معروف منذ القدم. نعم، عيسى مهدي الفاخر الصحفي والإعلامي الأحوازي، كنت معنا عبر الهاتف من لاهاي، شكرا جزيلا لك.